الكابتن لؤي العاني يكشف عن رسالته الأخيرة المقدمة والمرسلة إلى الكابتن أيوب ديشو بعد الإقالة من الزوراء. صراحة أنا أول مرة يعني أتدرب مع مدرب الفرق من غير كابتن أيوب، لأن موسمين كان ويا كابتن أيوب. الحمد لله من جاء يعني كابتن حيدر، كنت أنا أقول يعني مع يعني نفسي راح ألقى صعوبة، بس بالعكس يعني حسيت بنفسي يعني متفاهم وياه. ويعني السؤال الأخيرة اللي كتبته الكابتن أيوب، يعني هو كتبت له أنه هو أب قبل مدرب، يعني يبقى أب. يعني بصراحة كابتن أيوب ما ينوصف، يعني مو مدرب بالنسبة لي، فهو أب يعني اعتبراني بالنسبة لي، لأن كابتن أيوب هو اللي رجع له أي العاني صعبة. بعدنا 9 نهائيات، يعني بصراحة احنا صرنا نعتبر كل مباراة بنهائي. مع الجوية بصراحة كل احنا نحترم كل فريق، شوف ماكو فرق، انت تشوف احنا تعادلنا ويا القاسم، الجوية يخسر ويا القاسم، تعادلنا احنا ويا نفط الوسط، يعني كل الفرق محترمة وكل الفرق قاعدة تأدي وكل الفرق قاعدة تفاجئ، فما يعني ماكو فريق يعني تقول هذا لا استهزأ به، لا بالعكس كله سواسية، وان شاء الله احنا نطمح مثل ما نلعب ويا الجوية مثل ما نلعب ويا يعني غير فريق.